واسبقي ضوء الصباح علك أبلغ في كشف الجراح كلما جر عنا الدهر ابتلاء شابعت من قمحنا كل النواحي تعتلي الآلام والجسم نحيل آه كم يوجعنا جرح الضعاف طافت الآهات حول البيت خوفا فأريق الدم في صحن الطواف من زمان الآل والأوجاع تشتد لا كأن الحزن في العمر مخلد هاجم الليل على بيت الضياء وعلى الأبرار نار البغض توقد كسروا للشمس ظل عن وأذاها لقيام الحشر بالأحزان يمتد قتلوا طفلا بأحضان أبيه واجتراء ذبحوا سبط محمد كسروا للشمس ظل عن وأذاها لقيام الحشر بالأحزان يمتد قتلوا طفلا بأحضان أبيه واجتراء ذبحوا سبط محمد واجتراحا ذبحوا سبط محمد لغة الشعر اسبقي ضوء الصباح علك أبلغ في كشف الجراح كلما جر عنا الدهر ابتلاء شابعت من قمحنا كل النواحي تعتلي الآلام والجسم نحيل آه كم يوجعنا جرح الضعاف هافت الآهات حول البيت خوفا فأريق الدم في صحن الطواف من زمان الآل والأوجاع تشتد لا كأن الحزن في العمر مخلد هاجم الليل على بيت الضياء وعلى الأبرار نار البغض توقد كسروا للشمس ظل عن وأذاها لقيام الحشر بالأحزان يمتد قتلوا طفلا بأحضان أبيه واجتراء ذبحوا سبط محمد واجتراحا ذبحوا سبط محمد.
الصبر لمنهج الثار. تلك رسالات يا صاحب العصر، من ذا يناجيها في الليل للفجر، ومن ينجيها من قبضة الأسر. متى بالقرآن الهدى للطهر ينزل جبريل في ليلة القدر، ينزل جبريل في ليلة من لغة الصبر لمنهج الثار. تلك رسالات يا صاحب العصر، من ذا يناجيها في الليل للفجر، ومن ينجيها من قبضة الأسر. متى بالقرآن الهدى إلى الطهر ينزل جبريل في ليلة القدر، في ليلة القدر من لغة الصبر لمنهج الثار. تلك رسالات يا صاحب العصر، يا صاحب العصر، من ذا يناجيها في الليل للفجر، ومن ينجيها من قبضة الأسر. متى بالقرآن الهدى إلى الطهر ينزل جبريل في ليلة القدر، ينزل جبريل في ليلة القدر، ينزل جبريل من لغة الصبر لمنهج الثار. تلك رسالات يا صاحب العصر، يا صاحب العصر، من ذا يناجيها في الليل للفجر، ومن ينجيها من قبضة الأسر. متى بالقرآن الهدى إلى الطهر ينزل جبريل في ليلة القدر، في ليلة القدر. لسان ناطق من محجر العين، وآهات النوافي نجبة الجمعة، لظى الأنات والصيحات وقاد، وجمر الفقر هذا ألهب الدمعة. قضى الليل على كل أمانينا، ذوى العمر وضاق العيش والمسعى، قنوت الفجر نادى بتراتيل، ألا يا ابن الهدى متى نرى الطلعة، ألا يا ابن الهدى متى نرى. لسان ناطق من محجر العين، وآهات النوافي نجبة الجمعة، لظى الأنات والصيحات وقاد، وجمر الفقد هذا ألهب الدمعة. قضى الليل على كل أمانينا، ذوى العمر وضاق العيش والمسعى، قنوت الفجر نادى بتراتيل، ألا يا ابن الهدى متى نرى الطلعة، ألا يا ابن الهدى متى. من لغة
الصبر لمنهج الثغر. تلك رسالات يا صاحب العصر، من ذا يناجيها في الليل للفجر، ومن ينجيها من قبضة الأسر. متى بالقرآن الهدى إلى الطهر ينزل جبريل في ليلة القدر، ينزل جبريل من لغة الصبر لمنهج الثغر. تلك رسالات يا صاحب العصر، تلك رسالات يا صاحب العصر. لسان ناطق من محجر العين، وآهات النوافي نوبة الجمعة، قضى الأنات والصيحات وقاد، وجمر الفقد هذا ألهب الدمعة. قضى الليل على كل أمانينا، ذوى العمر وضاق العيش والمسعى، قنوت الفجر نادى بتراتيل، ألا يا ابن الهدى متى نرى الطلعة، ألا يا ابن الهدى متى. لسان ناطق من محجر العين، وآهات النوافي ندبة الجمعة، لضى الأنات والصيحات وقاد، وجمر الفقر هذا ألهب الدمعة. قضى الليل على كل أمانينا، ذوى العمر وضاق العيش والمسعى، قنوت الفجر نادى بتراتيل، ألا يا ابن الهدى متى نرى الطلعة، ألا يا ابن الهدى متى. متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء الناس، ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا، وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت عداك هوانا وعقابا، وأمرت العتاة وجحدت الحاق، وقطعت دابر المتكبرين، واجتثثت أصول الظالمين. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. إليك أنصار يا ابن اللي توالينا، وكل عاشق يوفي لك ابدنا، يصيح بصوت والدمعة بوسط عنا، أسير أنتظر رايات مهدينا، أسير أنتظر رايات مهدينا. مثل عباس خلخت روح جفني، إليك يا المهدي روحي فد وغلديني، ولو يبقى السهم ناشب وسط عيني، أبد للموت أبد للموت ما أرجع عن حسيني، أبد للموت ما أرجع. لا تنسى الزوارة يا المرتجى الثارة، كل زاير بعينك وقلبك يظل دارة، هذا المحب يمك من تسمع أخباره،
يفدي لك عمره لو تخفى انظاره يتوجه بدعوة للباري أسرارة رجوانة بالمهري تكتبنا أنصارة تكتبنا أنصارة ولا تنسى زوارة يا المرتجى الثارة كل زاير بعينك قلبك يظل دارة هذا المحب يمك من تسمع أخباره يفدي لك عمره لو تخفى أنظاره يتوجه بدعوة للباري أسراره يتوجه بدعوة للباري أسراره رجوانا بالمهدي رجوانا بالمهدي تكتبنا أنصاره تكتبنا أنصاره إليك أنصار يا بين الليل توالنا وكل عاشق يوفي لك ابدنا يصيح بصوت والدمعة بوسط عنا أسير وأنتظر رايات مهدينا أسير وأنتظر مثل عباس وخلها تروح يشفني إليك يا المهدي روح أفيد وغلديني ولو يبقى سغمنا شب وسط عيني أبد للموت ما أرجع عن حسيني عن حسيني.